حسكي سند قولدي طبنا دي كسو ورقتي قريدي فرف صومالي دا تاسو هراء بلابنتي بشي اكتوبر سنة تيكون يساقال بغل إيا تضباطن إيا لبادي حسكاسي أو سيوعن ليسو قد برهداي آدنا لو قرشي وحال لغو قبتاي هوتيل تلاح أو كميدا مقالد المقدشو حالي توابشنا يا هيد تضبي إيا لبادن وحانا حسكاسي دكتي كسو قيب غلي كميدها وسيركا هدها إيا تعلين تساري جالي دكتور عبد القاسم سلاد حسن وحانو كوب بلابو ويري جالي مدح ويري وحا شرف نوع ودقا قبن قابدا وصدح الوزارة الكوبنا وعاد صدر تيادوغو إن آن أد عاوة هالكا كان عديقا إيو حل ديباننا دا قولاها دحي قولاها شعبيقا إيو أساسياشي أف صوماليقا إيو داد كلاي أو شرف الهوبا إن غلاسو قيب غلان حسيد دا توبن قوريدي كسو وريكتي قريد دا أفكا هويو شال مدحويني حماسات غارة إيو تاريخ دا ميش أي أف صوماليقو كغتشيرو أي أغو عن قيمين تتنوين أو عديقا إيو حل ديباننا دوبا aad si soo kaliftaan ama hawshatan baraayigeeda iyo soo jeedinteeda Allah ayeen inta markaan iraaho waxaad iyo ogolaataa inaan u mahadnaqo guddi hoosaadka runtii hawshaan waday oo wasiirada uga wakiilka ahaa ee Jaala Faadumo ay madaxda u ahayd runtii Faadumo iyo Raaqiya iyo Kadir iyo intii kale caawimaysay ayaa hawsha xoogeeda noohayay iyaga noo waday waana hawl sidii aad nafartay bilow ah lagu dul dhisi doono wixii af Soomaaliga hadba ku soo kordha aqalka laftigiisu iyadoo taladaadii la raaciyo واتي لغو آميي إنو هادا كدب permanent exhibition معرض أف صومالي غان نوغدو إلا إنتا قيب ميزيوم كقرنك ورسم الدونا ورهان دونا لغا سماين هايو شال مدحويني أف صومالي غا هادان إعي كايراهو وحا ويييي هما ونغن دونا كاانك كوبي اللاباتنك أكتوبر وحي وقبطي شايق اغووين تاريخ أهان راقة ويلك ويلك انا الحصوص نادو جيل ما كان نقعد انا طقنا الحصوص نادو يونغ دون وحنا من سنه انه يهي كعان كعان كدح جيري انه اها كلتشرال ريفولوشن كعان كوبي 20 اكتوبر كدش وي جال مدحوي كعان كاس اف صوماليا الى هيبا مهديد لها ان ان هورتا افكايغا قرنو الى هي كسكو و خي الى هي اسو ديبي هاوشا اني فوليان غولي سري كعان كاد ادو هوغامينيسي غولي خوغياش او ايدن تاغيرهي way caawo halkaan ka joogan aan ka xusahayo jaal xuseen kulmi afrah jaal abdul qadir haaji jaal ahmed xamud farah jaal muusa rabbi la god jaal ahmed xasan muuse ay halkaan naga fadhiyaan waxa xogeyaashii dawladda ee aqalka idin la fariistay ee hawsha taariikhiga idin la gudoomiyay caawo halkaan naga fadhiya jaal maxamed buraale ismaaciil waxa jaale xusid mudan hortaada gudigii af Soomaaliga rag ayayna ka jooga oo 20 sano oo waqtigii la go'aamiyay ka hor iyo ka badanba rag kamid uu ku mashquulsanaa hawsha laakiin ay hirgal weeyday siyaasiya siyaasada marka hadba joogtay awgeed laakiin kaanku uu suura galiyay rag caawo waxa nagala jooga jaale madaxweyne aw jaama Umar Ciise kutubna ku qoray runtii af Soomaaliga ku qoray kana qoray jaale Xuseen Sheikh Ahmed Kadare oo halka kan idin kala hadlayay jaale محمد نور عالن يجعل أحمد عرتن حانجة أو أكاديمية أي يجونا كاس أنا لك شو وحن ولا إنها يجعل وحكي الحديث نبوي عليه الصلاة والسلام نبوي ري قف كي شيء ده يسونا خير قبطه إلى يوم القيامة أشر كده صعد أقول نبوي عليه الصلاة والسلام وحن ولا إنها رجي فرط قري لكن أجرب واي رجي نجو عنك قاتة قولي سرك عنك لدو هو جامني سيكي حق ياش صومالي أبال كده واضح شيء إنه واضح جامني سان إلى أشر كي سنة وأنا هاي ستان وأنا تيل دونتان inta markaan iraaho jaale madama ay ragii hay'adii fulin lahayo anuu hay'adda aan madaxda u ahay iyo waxbarashadii barbaarinta iyo fuliyaha koowaad waxa laga marmaana ayay ila tahay inaan ma tiraaho erayo dhirigelin ama sida aad isleedahay marxaladda 19 sano wixii ka dambeeyay haloo hirgeliyo ama hadsantii jaale kusoo dhawaada